تو يوم يقول ريمات هل يتكلم في الموضوع ذا؟ نعم. ريمات اسم يطلق على جيش ابن سعود الملك عبد العزيز، الجيش اللي غزي عليه على البل، هل وحد فيه الجزيرة العربية على ظهور البل؟ نعم. ها؟ اسمها ريمات. فواحد من الشعراء، شعراء منطقة شقرة، الشاعر عبد الله بن محمد الصبي، يقول في ضحى الكون دورني وتلقاني، في قصيدة له، يعني يفتخر أنه من ضمن جيش ابن سعود، فيقول في ضحى الكون دورني وتلقاني، قال وين هو فيه؟ قال في ذرى بيرق الريمات يبرى له. الجيش اللي غزي عليه ابن سعود من أول اسمها ريمات، والجيش اللي غزي عليه ابن رشيد من أول اسمها ذروات. فيقول في ضحى الكون دورني وتلقاني، وين هو فيه؟ قال في ذرى تحت البيرق، في ذرى بيرق الريمات يبرى له. يفتخر بالشيء هذا وله الحق.